المرأة أولا في القارة الأفريقية عنصر قوي جدا جدا جدا، وفي تطورات هامة حصلت في القارة الأفريقية بالنسبة للمرأة. المرأة تم تمكينها بشكل قوي جدا سواء في المجال السياسي. احنا في القارة الأفريقية وصلنا ان كان في سيدات رؤساء جمهوريات وسيدات وزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات ووزراء داخلية. عندنا في دولة زي رواندا نسبة التمثيل النسائي في البرلمان فوق 60%، يعني احنا هنا ما زلنا لسه 19%. فأنا بس بقول لك الفرق علشان تعرفي قد ايه المرأة أصبحت قوة في الدول الأفريقية، وهي عنصر هام جدا بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. ف التميز الرياضي وتكريم النماذج الرياضية النسائية ده بينمي جوه القارة الأفريقية الاهتمام بمجالات جديدة للمرأة، ويعني أنه في تميز للمرأة في كل المجالات ده برضو بيساعد على تمكينها. الصيد الرياضي طبعا أهم طرق لمواجهته هو التعرف عليه، هو ضروري أن هو الأول نقدر أن احنا نرصده، ثم ضروري يكون في توعية، يكون في توعية بإيه هي يعني المثالب اللي بترتبط بوجود فساد رياضي وأثرها على المجتمعات، حتى نقدر إن احنا نقنع الرياضيين المفروض إن هم يعني عندهم الرياضة دي بتبقى فيها نوع من السمو. أنا بعتبر إن الرياضة فيها سمو في الأخلاق، لأنها من خلال سواء التنافس أو غيره. فالتعرف على أنه الفساد قد إيه مضر بالنسبة للرياضة ده من شأنه أن هو يساعد على الحد منه، يعني ونحن نفضحه في كل المجالات إن شاء الله.